ده المسك ايوه وده الزعفران ودي ميه الورد. حلوه قوي. ناقصك بس دم الغزال. نعم دم الغزال. شكلك كده ناوي تعمل مداد روحاني. مداد ايه يا اخويا؟ مداد روحاني. ما هو الحبر بتاع السحر والاعمال بيتعمل من الحاجات دي، مسك وزعفران وميه ورد ودم الغزال. دم الغزال؟ طب وانا ان شاء الله هجيب دم الغزال ده منين؟ لا ده مش دم غزال بجد، ده لون كده شبه دم الغزال. انا حديهولك هديه من عندي. طب يا عمنا تشكر. اهو دم الغزال اهو. قول لي بقى حسابك كده كام؟ مفيش بين الخيرين حساب. في ايه يا عمنا، انت هتبش عليا ولا ايه؟ لا صدقني انا بس كنت عاوز ارشدك للطريق الصحيح. بدل ما تقع في ايدين النصابين والدجالين. اه والله اصل الحكايه دي لمت قوي. كل من هب ومن داب راتش. عارف العلماء القدام ما تلاقيهمش ولا بتضلين. يعني افهم من كده انت تعرف حد مضمون؟ في شارع البحر الاعظم. ايوه في الجيزه. هناك الشيخه فاطمه معروفة قوي. شيخة فاطمة في البحر الأعظم. آه. ما بتاخدش فلوس. بتعمل كل حاجة لله. أيوة. أهم حاجة إن العمل يكون للخير. ربنا يعلم إنه في الخير. إحنا عاوزين نجمع بين اتنين في الحلال. لا ده جلب المحبة ده سهل جدا. بس أهم حاجة محدش يضحك عليك وياخد فلوسك. ربنا يستر يا عمنا. لفينا بقى الحاجات دي كده.